مساء الخير. البعيد والقريب بيعرف انه نصيف وزينة بحبوا بعضهم وما عندهم شي خبوه، وانه قصتهم ما بدأت هون وما بدأت من 50 يوم. واذا عندكم حشرية تعرفوا تفاصيل القصة الرومانسية، اسمعوا حكاية زينة وفارس الاحلام. كان لازم انا نصيف نمثل قصتنا، بس هو ما كان بده، كانت تعتمد على النطرة. كان والله هو حباه، بس ما ببين هيك، ما ببين انه هو كثير رومانسي وهيك. كنا على طول نصيف مع زينة، بس انه رفقات نحن، انه مش انه ايه، وانه انا فهمه انه نصيف نحن رفقات، انه انه انا شايفته صغير، انه ولا مره حكيت مع حدا من عمري، يعني انه مش حاسسته صغير، يعني انه ما إيه ما بعرفه حتى، كنت شيء انه متعرفه عليه، فانه انه انه شو انه ناطرني لك نصيف الا هيك ناطرني، يعني لا هيدا السوري البحت شو بيقول لك؟ لا ماني ناطرك، يعني انه لا بس هيك قاعد، يعني قلت له ما فوت لحالي على الصف، مستحي ما بعرف حدا، ما بعرف غيرك، يعني هيك نطلع ذاك النهار مثلا معي هيك اخر شيء خلاص، يعني كل ما يسالني مثلا ضلينا شهرين تبع يسالني مثلا انه زينه يعني نحن شو وهيك، انه صرنا هيك زمان، انه انت ما كنت تقولي هيك، بقول له انه لا لا مدري شو، انه نحن رفقات نصيف، انا ما بعرف، انا بخاف انه انا احكي عن جد مع حدا، انه انا كثير بخاف اني احكي مع حدا، بخاف اتعلق بحدا، يعني انه هيك اخر شيء، ما عندي ايمان انه بتزبط علاقه، يعني هيك يعني ناصف حدا الوحيد اللي بطولت معه، هيك عندي فكره انه مستحيل انه اثنين يحكوا مع بعض هيك يطولوا، خلص انا عزتك ممكن تتجوز بعدين. وقت زينة ما قربت بالبدايه فكر نصيف يبعد، وقبل ما يبعد قربت. بس انا عن جد ما فيني رافقك نصيف، ما بقدر، يعني انه اوكي لك بدي لازم ابعد عنك، انا ما في هيك بدي انساكي، يعني انه لا شو تبعد عني وهيك شو بضحكوا هذول، ما فهمت ابدا، فوتيني بالحيط. وصلنا لمرحلة انه كان صرنا الشهرين انت تقولي لا شو ما نحكي مع بعض، هو بيقول لها يعني انه زينة انا معجب فيكي وكذا، انه هي بتقول له لي زينة انه اخر مرة ايه اخر مرة هيك صارت دماغي من سائدي انه انا بحبك، بيقول لها اوكي خلص لكن نبعد عن بعض، بتقول له لا شو نبعد عن بعض نضل نسعد، يعني هي بقلبها بدها بس شو عندها، ما بدي اقولها مو بهدف انه هادي، بالعكس انا كثير بحكي الاشياء اللي بقلبي الموضوع. بس انا كنت خايفه انه احكي مع حدا يعني او حبه او مثلا حب حدا واقول اني بحبه، لانه متى ما قلت فمعناتها انا عن جد صرت احبه. كيف قررتوا تصير علاقه؟ كيف صارت؟ هيك يعني انه عاد اخذ ورد واخذ ورد او مثلا كيف؟ بس اول شيء كنا رفقات، يعني احنا مشان هيك نحن كثير يعني مثلا انه قد ما تقاتلنا ما كيف مره رديتي عليه مثلا هلا كنتوا اصحاب صح؟ هو كان عم بيقول لك نعمل علاقه وانت كنتي عم تردي، انت امتى حسيتي امتى فتحتي له الباب؟ شو هي لا لما هو قال لي انه هو بيحبني، انه مو انه مجرد هيك انه هو عم انه حابب انه نكون رفقات هيك، قال لي انه بحبك، شو قلتي له؟ انت شو رديت يعني؟ ما قلت له شيء. ما عرفتي تردي؟ لا يعني انه عادي. كيف هلا رديت عليه؟ ابكي انا نهارها يعني، هو هيك كثير كان انه لطيف، هو كان عم يبكي فانه كثير هيك انا لا بس نحن مجانين، نحن عن جد وقت نتقاتل ما بنبين، يعني مثلا مبين من ضحك شفتينا امبارح إيه؟ حتى في مثلا فترة كنت انا بدي انه في ببالي فكرة اني اسافر ادرس كندا، يعني هو كثير بحسه كثير يعني بخاف يزعلك، بيعرف زعلك، انت زعلك على فكرة مشكلة كمان هيك هو بيخاف. انا لا انا زعلي اللي عن جد اللي هو انه ما ببين انا اكون هيك مثلا، بجوز انا هلا مو طايقتك وزعلانة منك من قلبي مثلا، بس هيك عم بتضحك وصايرك، بس انا مو هيك اعمل ايه؟ ما عندي هاي القدرة، مش هيك هو بيخاف لأنه بيعرف أنه أنا إذا زعلت عن جد ما ببين له. ريان الليلي رح يواجه الامتحان الصعب وعنده قناعة شبه أكيدة أنه راجع عبر تصويت زملائه. إذا أنت وتي بتحس أنا هون أكيد أنت أنا ستلي ليك شي وحياة أمي هو بخلي فيها أنا شكري نصيف أكيد أنت رمضان أكيد أنت قال لك هو بس إذا شو اسمه هو بس قالك رح يحس بالذنب إذا لا مش طيب إذا وبالبنات كلهم أنت مع كل الحالات كلهم أنت ليه؟ في غير بس رحمة ممكن تكون طارق أنا ممكن تقول محمد علي بس اسمع مين في بنات اصلا؟ اسمع بدريه زينه ايران منطقيا انت وطاهره منطقيا
عن جد بحس هيك. هلا انا صراحه يمكن تتفاجئ بحط على عرق ارانيا او هيثم ما بعرف عمين عرق ارانيا شو بس بعرف جماعة الماضي كان شكري ورانيا اثنين مصاروي بس قبلها رانيا يعني شكري ما كان مع رانيا بمصر كان طلع دوبل تصويت بس ناقص عم تصويت بين شكري ورانيا السنه ما في غير مصري هالمره ما في غير مصري واحد ومغربي وبتعرف قد عنده شعبيه بمصر يعني طب خي هلا ما فيك تعرف شيء بس انه كل شيء معقول يصير تتفاجئ بعدين بالكثير قصص ليك شو ما يصير بكل الحالات انا مش مهور معها خلصنا كل الحالات بس كل الحالات اصحابك رح يخلصوا ان شاء الله الله يعني. بدرية وعزيز خرجوا من الأكاديمية ورجعوا مع الجزء يلي بينحمل من المعدات الرياضية والجزء الثاني صار واصل فخلينا نسمع خبريتهم أما التفاصيل فبتشوفوها الليلة بالبرايم. يا اختي بطه شنطه المدرسه يا اختي شو بدك شو بدك واو معهم بدها واحده خذوا انا الشباب ولا البنات هاي بتعملوها كل شيء للسبور واو 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 جبت لنا يا بدرية انت معاكم اكيد بس رح انساكم حياتي يا بدرية انا في سبعة مهدي شو وين رامي؟ هالي ايه عم تمزحي والله حياتي شو مهضومة ازرق شو هاي حتى لا 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 مثل هيك او هيك لك شو حلو فهمت كيف؟ او هيك ما بعرف كيف بحطوها اصلا ما تقلي ما بعرف حبيبي عن جد شو مزقة؟ نصيب نصيب اخذ هيو حاطين لك الدايركشن هاي بدك اياها شو نحن الزعران يعني؟ لا بس اعطي نصيب ريان حابب كتير يرجع وحاسس رح يرجع وبده يرجع فشو بتقول امه لريان؟ شو بك حياتي؟ ماشي زعلان هيك شوي هلا ريان يا حياتي انا بدي اقول لك ليه ما حكيتني بعد الظهر؟ بس بدي اقول لك سوري يعني انه اذا شو؟ سوري هيك اذا ما بعرف اذا سوري اوعى تقول لي سوري ريان بليز ما بدي اسمع ماما هيك بدي منك شغله ريان بس بدي اياك ثقتك بنفسك I want you the ريان you used to be ما تتسمى اذا كان ايش ضايقتك او شيء بكومنت وذ تيتشرز ذس اتس اوكي ذس نوثينج بس بيبل لاف يو ا لوت ريان ذس يو هاف تو تيك انتو كونسيدريشن مامي ان شاء الله مام ان شاء الله انا عليك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله حارجع حاسس حالي يعني مثل ما عم بيحكوني هون كانه حارجع وان شاء الله بس ارجع بدي ريان حياتي ماما كسر الدنيا وبدي انا اي تراست ان يو بدي اياك تكون قوي ان شاء الله مام ان شاء الله بس ما بدي حدا يزعل مني انا ماني زعلانه اوعى تفكر زعلانه لاني في جيم ما حدا بيقول عنك شيء اوعى اعرف انك زعلان يا ريان بدك تعرف انه امك زعلانه اوكي ما تعطي الهم خلص بس شوفك زعلان عم بزعل صدقني ماما ما فيني شوفك زعلان لان بيبل لاف يو ا لوت تراست ان يور سيلف بيكوز يو ويل دو ات ريان ان شاء الله مام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ارجع ان شاء الله وين راجع اكيد راجع بدي خلص اذا ما رجعت بس يرجعوا كلهم لهون مين اللي معنا بدي اسمم لهم كلهم اطلع انا الستار بريك اول منتابع بعضه يوميات ستار اكاديمي 7